بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه هي الدنيا عزاء هنا وفرح هناك وتنقضي الأيام ويمضي العمر سريعا فالعاقل فيها من اتخذ منها لأخرى والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فيا أيها الإنسان إنك ميت فانظر لمن كان قبلك وانقبر كم كان يبني في القصور معمرا وتراه بعد مماته سكن الحفر كم كان يلبس من ثياب فاخر وتراه بعد مماته سلب الإرادة واندثر. أيها الإخوة المؤمنون وخير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وتلبية لقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بسير وهيد مركز منوف محافظة المنوفية. نسأل الله له بالتجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل ربه ولا تكتموا
الشهادة ولا تكتم الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ولم تجدوا كاتباً
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فرهان وَلْيَتَّقِ فيغفر لمن يشاء.
الله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، يحاسب كل بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء بدون كل
كل آمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
تعالى لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا من آيات الله البينات وتلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم، قارئ القرآن الكريم والمقيم بسير وهيد مركز منوف محافظة المنوفية. الهندسة الصوتية والإضاءة الكهربائية الحديثة توجد وتطلب مخازن الحاج فتح سويلم بشوشي. أيها السادة، تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا.